السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. معكم أخوكم أسامة إسحاق. إن شاء الله اليوم عندي تغطية في خور السوادي في هذا الموقع، راح أغطي وأشوف بعض الطيور الموجودة اللي هنا واستكشفن. وطبعا هذا أول زيارة لي في هذا الموقع إن شاء الله، وراح نشوف إن شاء الله نتائج طيبة بإذن الله. تابعونا حياكم الله. حياكم الله، هذا أخور سوادي، وصلت الحمد لله. راح أروح من هذا الاتجاه وأمسك جهة اليسار من الصوب عشان تكون إضاءة، يعني الشمس تكون إضاءة ممتازة على الطائر، وإن شاء الله راح تشوف نتائج طيبة بإذن الله. ما شاء الله، شوفوا المكان كيف جميل. هذا الموقع، شوف مكان ممتاز، وأصور إن شاء الله في هذا المكان. أريد أتقدم الطائر هذا البلوشون، لكن بعض الطيور بلوشون خجولة جدا، يعني تخاف لما تشوف يعني شخص يمر عندها ولا شيء. أحاول إني أقطع الجهة الثانية من هنا، من جهة الوادي، أشوف وش موجود اللي هناك. حصلت في ذاك الموقع طائر بلوشون، أحاول قدر الإمكان أتقدم منه وأصور عن قرب.
حياكم الله. الحمد لله خلصت من توثيق الطيور، باقي هنا في خور السوادي في بركة. الحمد لله صورت طيور ووثقتهن المتواجدة هنا في ذا المكان. إن شاء الله راح ينال إعجابكم المقطع. لا تنسوا دائما الاشتراك في القناة. حياكم الله.